ايه رايك في نقلة الربيع؟ لا نقلة الربيع هتخرب بيوتنا والله. ليه بقى؟ ليه وجهة نظرك؟ ليه هناك هيرمونا في الصحراء وهيقولوا كلام فاضي، لا هي لا هيعملوا لنا بيه شاي ولا مشوي. صح؟ انت شفت المكان هناك؟ اي والله رحت بنفسي وشفت. ايه رايك في المكان؟ عاملين بني لنا حوالي كده متر بلوك وحاطين لنا هناجر حديد وحاطين وقفات وهناجر حديد فوق ودي القطعه بتاعتك. طب تعمل فيها ايه؟ ده نعيش عيشة السعودية والإمارات ونعيش في خيام وبجمال ماشي. الناس اللي كانت متأخرة تقدمت عننا، احنا كمصريين علمناهم وهم تقدموا. فيش بنية تحتية هناك؟ فيش أي حاجة غير الصحراء الجرداء. على بعد كده تشوف مباني الناحية دي، مش عارف مباني إيه بصراحة كده عماير. خلاص ماشي. ما لو جه قرار النقل هتعمل إيه طيب؟ يعني هنقدر نعمل حاجة؟ أجيب كم لو عملت حاجة ولا احترقت نحتقر. صح ولا أنا غلطان؟ فهي بيضة. حسبنا الله ونعم الوكيل. بيضة. بيضة بس ماشي ماشي يا عم. ترى بحضرتك حضرتي الامير عنتر امين عبد الباقي صاحب مصنع غيره في المدابغ مصر القديمه. قول لنا رايك ايه في نقل قرار نقلك؟ والله رايي ان القرار قرار ظالم اصلا، وما ينفعش احنا ان احنا نتنقل في حد بيسيب بيته ويمشي منه، وده بيتي وشغلي واكل عيشي. هناك عاملين لك وضع احسن. لا مش احسن. مين قال لك احسن؟ مش بنين. مش احسن. انت رحت شفت الوضع هناك؟ اه رحت. ايه بقى الوضع لو في بنا؟ الوضع هناك خمس ست هناجر معمولين حديد وشغلنا احنا ما ينفعش وصل الحديد. ما ينفعش وصل الحديد دلوقتي. انت بصيت هنا في الكويت ايه؟ لا انا هطلع معاك دلوقتي. هناك عاملين هنجر ارتفاع حوالي 9 متر. بيقول لك فوق الهنجر ما ينفعش تعمل اي حاجه. انا شغلي بالنسبه لي انا شغلي انا كله فوق عشان الشمس، عشان الشمس والهواء، لكن جوه الهنجر ما ينفعش شغل لي. بقول لك فوق ال 9 متر او ال 12 متر ما ينفعش ترفع ارتفاع سنتي تاني فوقيه. ده كلام ما يمشيش معانا. ما تعرفوش تشتغل على الوضع؟ لا ما نعرفوش نشتغل على الوضع. طب هم خدوا راي حد منكم وهم بيبنوا؟ هم ولا خدوا ولا عملوا ولا سالوا حد. طيب هنفترض ان هم عدلوا الوضع هناك وان انت ليك حق ان انت تعمل ده، هتروح هناك اصلا؟ لو هنعمل على بيت ونبني انا فوقيه ونحط سندات فوقيه نروح. المشكله كلها بالنسبه لك ان الوضع هناك اصلا، لكن الوضع هناك انا ما ينفعش معايا لا بكتير ولا بقليل بالنسبه لك انت وبالنسبه لكل الصناعيه، كل المصانع. طب انتوا في النهايه هتنقلوا ولا مش هتنقلوا؟ لا مش هننقل. طب فرضا دلوقتي ان الحكومه هتيجي تنفذ القرار. والله عاد الحكومه دي ما نقدرش احنا نقول لها حاجه، بس هتنفذني عن الحكومه. ربنا قال ان يجي موتني عشان الحكومه؟ ها رد علي انت. انت جاي تصور معايا دلوقتي يعني يجي نموتك انا عشان اصورني ولا تتكلم معايا؟ احنا عايزين بما يرضي الله. هو البلد دي تبع مصر ولا تبع اسرائيل؟ مصر طبعا. عاطف عاطف قررنا ايه رايك في قرارنا؟ كلها اعتبر هنا عندنا في المدابغ هنا مافيات، اللي هم بتوع الغرفه عايزين ينقلوا، اللي هم المبسوطين ومعاهم فلوس هم اللي عايزين ينقلوا. بس الناس الغلابه هتروح في رجليهم خالص. ليه بقى؟ هتروح في رجليهم مش هتعرف تشتغل هنا. الناس الغلابه ليه يعني؟ ما فيش ما معاش امكانيات هنا عشان تشتغل هنا. بالنسبه ليه؟ بالنسبه ليه يعني؟ وضح لي انا دلوقتي مش فاهمني. بالنسبه للفلوس ولا امكانيات الشغل؟ الفلوس ازاي؟ في النقل يعني؟ في النقل اه. مش كده كده اللي بيشتري منك هو اللي بينقل؟ ايه؟ اللي بيشتري منك مش هو اللي بينقل؟ يعني هم قالوا لك ما لازم برضه ابونا هناك عشان نروح في صحراء كده وفي انجر مش هنعرف نشتغل. شغلتنا المغزى عاوزه هوا وعاوزه دور واثنين وثلاثه. شفت المكان هناك؟ روح شوف المكان هناك. مش هينفع. ما ينفعش ما ينفعش اشتغل بالنسبه للشغل. طيب بالنسبه للكل هنا هو رافض فكره ان انت هنا المغزى 90% رافضين و10% موافقين، اللي هم الناس مرتاحه هي موافقه. لكن غير كده لا. غير كده لا. ناس كتيره تتشرد وبيوتها وعماله. تعرف بيك؟ جعفر عنتر امين. قول لنا ايه رايك في قرار النقل؟ قرار الناجل هو المفروض عشان ينقل لازم يخلي البيئه اللي هناك نظيفه 100%، البنيه التحتيه ما فيش. عمل مجاري، كهرباء، ميه، عمل لي شويه هناجر هناك. وتروح في الصحراء تعمل ايه؟ رايحين يسابقوا سباق خيل هنا. لكن الوضع هناك ما يسمعش. يعني انا مثلا واحد قاعد هنا دي شغله هنا وعياله هنا والدنيا عايشه في وسط البلد هنا، يروح هناك يعمل ايه في الصحراء؟ الوضع هناك ما لسه ما فيش بنيه تحتيه اصلا عشان يجي. طب لو ظبطوا البنيه التحتيه هناك هتروح؟ لو ظبط البنيه التحتيه كده كده هو لو عايز ينقل هينقل. مفيش حاجه اسمها يقول لك هتاخد رايي. كده تاخد راي الناس ده كلام فاضي. لو حاب ينقل هو هينقل، بس انت هتنقل صناعه الجلود دي
بعد السياحه مباشره. السياحه دلوقتي مضروبه صح، هي هتجيب لك عمله صعبه يعني تصدير بتصدروا. ايوه الثانيه بعد السياحه، السياحه مضروبه المفروض هي الاولى. حاليا هي واقفه بنسبه 80%، 3 4 اللي هم شغالين في المدابغ على كده هيصدروا معاهم مليارات مش ملايين. يكيل زي حالاتنا احنا الواحد هيدور لي على يوميه عشان ياكل العيال. فانت هتروح هناك انت لو سمعت طبعا هناك. هم اللي عايزين يتنقلوا دول الجماعه اللي معاهم فلوس دول فرقش معاهم. انت العدد اللي عندك ده عايز تنقلها، عايز فلوس ودي هنا ودي هنا والدنيا دي. في حد من الحكومه قال لكم طيب قال لكم عنها؟ لا فيش حكومه، حد جه كانوا شويه ورق كده عاملينهم في الغرفه التجاريه وتسجل اسمك.